كنيستي مبادرة ينطلق بها طلاب لاتين الفحيص، ومن كنيسة قلب مريم الطاهر تفتح مبادرة أحب كنيستي أبوابها لجميع أبناء الكنيسة، لنعبر عن انتمائنا لبيت أبينا السماوي وحيث القربان الأقدس غذاءنا الروحي، وحيث نتحد نعمة الأسرار المقدسة، وحيث نلتقي بالروح مع الله، ومنه نلتقي مع إخوتنا البشر. انطلقت بها مدارس اللاتين في الفحص، وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع أبنائنا على الالتزام الكنسي وتنمية روح المحبة والخدمة. وقد عبرت طلبتنا عن هذه المبادرة في الكتابات والأعمال اليدوية الجميلة وخدمة الكنيسة، فلهم ولكل القائمين عليها كل الشكر والمحبة والتقدير. أصلي من أجل محبة الكنيسة والعمل بتعاليمها. أشارك بالخدمة بالقداس الإلهي. أتناول القربان الأقدس فهو غذائي الروحي. أشارك بالقداس الإلهي. أحب كنيستي وأشارك في القداس الإلهي. أرتدي شعار المبادرة. كنيستي وكل أحد بروح عليها، بحبها كتير، بحب كنيستي. أصلي من أجل محبة الكنيسة والعمل بتعليمها.